ايوا ما لقيت سلاك تهديت وزهري غلب ما لقيت سلاك تهديت وزهري غلب ما لقيت سلاك عييت ما نخدم عييت ما ندمر عييت ما ندمر الوقت هادي بصح راه صعاب الوقت غالي وكتصعب كثر ورا كثر شي ورا شي بالك هضرتي الغاشي يجي الغاشي برصتك يمرضك مخك بالك هادي هي هضرتي هذا هو الفارو اليوم راني جيت كاعي راني جيت نقول شنو الواقع خويا شوف جيني لك الملك راني جاي نقولك مانيش نقولك الشعب بلي ناقص ماكله ولباس مانيش جاي باش نقولك الشعب مقطوع الانفاس جاي نقولك بلي هاد الحمير هاد الدواب هاد الكلاب اللي من وراك اللي انت دايرها المسؤولين وريحين شادين غير الكراسة ما على بالهمش بالشعب الشعب مسكين يتكحط ويجوع بلاك يقولك كلشي خدام كلشي عنده خدمة كلشي عنده وظيفة كلشي قاري كلشي ساكن بخير خويا مرة نعيا مرة نغضب مرة نجيع عييت من سكن السطيح خويا تقرا تتعيا في الاخير ما كاين والو هادي رسالة الى جلالة الملك شوف كيجي نقولك كي تبغي انت تجي يجيبو النوار يجيبو الخضار يجيبو النخل بزاف يغرسوه يجيبو ضو ما نعرف منين يجيبوه كيفاش حتى يديرو له كيفاش حتى دارو له كيفاش حتى جاوه كيفاش حتى لقاوه كيفاش حتى داوه ملي تجي انت تبان لك الدنيا بصح بالله على بالك شكون انت راها زاهية بصح ملي كتمشي كاين احوال وفضايح لكي تكرفتوا على المواطنين شل الشباب والبطالة المعطلين من المزيد المزازين ومن المزيد الشمور اللي مستفيدين وزيد حتى ولاد المنطقة اللي ضايعين هذه رسالتي لك إلى جلالة الملك معك إيه محمد الأمين ستار راب من الصحراء بوجدور هو علواني النهضة هو حي فين كان اسكن النهضة دي ما تلقاني كل عام يوعدونا صافي غدا نلقاو لكم خدمة بعد غدا العام الجاي انت هاد العام 40 سنة ولا 50 سنة بركة يعطيكم نعمة هاي عارف هاد البارول باللي هو خطر شوية لكن ما يهمنيش الخطر المهم اللي يهمني هو كيفاش نبلغ الرسالة ما على النبي إلا بلا أنا ملي كي نقول بوجدور شوف لكورنيش اللي مهدم لكورنيش اللي مهدم عامر حجر شل واحد طاح غير ديك النهارية طاحت درية مسكينة صغيرة تكون عندها ما بين 6 سنين 7 سنين طاحت شوية ما تموت طاحت عليها حجرة فينا هاد المسؤولين فينا هو المجلس البلدي الشوانط كاع محفرة فينا هو المجلس البلدي الشوانط كاع محفرة